اهلا بكم في قناة مساء الاخبار، واهلا بكل المتابعين والمشتركين. وفيديو مهم جدا وفي غاية الخطورة عن ما يحدث الان في العالم العربي وبعض الدول العالمية زي امريكا وروسيا واوروبا. تعالوا نعرف مع بعض ايه اللي بيحصل حوالينا. وطبعا ببدأ الفيديو بكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك. وفي اخبار مهمة جدا بخصوص موضوع حرق القرآن الكريم في السويد وهوية اللي عمل كده، وايضا في حاجات تانية مهمة جدا هنتكلم عنها، منها انفجار عنيف حصل دلوقتي في دولة عربية. قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس، وياريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد دائما. اول خبر معانا زي ما انتم شايفين على موقع العربية، في مظاهرات. المنظر اللي انتم شايفينه ده او المبنى اللي انتم شايفينه ده، دي سفارة السويد في دولة العراق. فيها دلوقتي متظاهرين، مقتدى الصدر هو اللي قال لأتباع ان هم يتظاهروا قدام السفارة احتجاجا على اللي حصل امبارح بخصوص حرق القرآن الكريم. زي ما انتم شايفين كده الخبر على قناة العربية بيقول متظاهرون يقتحمون سفارة السويد في بغداد، وبقي المتظاهرون المناصرون لمقتدى الصدر في السفارة السويدية لنحو ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن. والخبر زي ما انتم شايفين كمان بيقول تمكن عشرات المتظاهرين العراقيين اليوم الخميس من اقتحام مقر السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على احراق نسخة من المصحف من جانب عراقي. دي بقى المصيبة، انا كنت بحسب واحد من السويد ولا بتاع، ده طلع اللي عمل كده كمان واحد من الدول العربية، واحد عراقي وواخد جنسية السويد هناك، مقيم في ستوكهولم، يعني حاجة نيلة. وبقي المتظاهرون المناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في السفارة السويدية لنحو ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن. يعني ملوش حاجة غير انهم تظاهروا وبيحتجوا على اللي حصلوا، متضايقين من العراقي اللي عمل كده. وقد أطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسال للدموع لإبعادهم، كما فر عدد من موظفي السفارة السويدية من مبنى السفارة تحت حماية قوات الأمن. وبحسب وسائل إعلام محلية، دعا الزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره اليوم إلى التظاهر والاحتجاج أمام السفارة السويدية وطرد السفير وقطع العلاقات مع السويد ردا على حرق المصحف. ده البيان اللي طلع. قاعد يقول إذا كانت حرية التعبير مكفولة ومقرة عراقيا وعالميا، فعلى المؤمنين أعزهم الله بعزة التعبير عن رأيهم بخصوص حرق الكتب السماوية، ولا سيما القرآن الكريم أمام المساجد أو السفارات وفي أعياد المسلمين، وذلك من خلال تظاهرة حاشدة غاضبة ضد السفارة السويدية في العراق، ومطالبين بما يلي: أولا طرد السفير السويدي الذي يمثل دولة المعاداة للإسلام وقطع العلاقات معه، ثانيا سحب الجنسية العراقية من المجرم العراقي الذي أحرق كتاب الله تبجحا وعلنا، كما وعلى القضاء العمل على إرجاعه للعراق أو الحكم عليه غيابيا بحكم يليق مع الجرم دفاعا عن الإسلام والمذهب إن كنتم فاعلين. وقالوا كمان على الحكومة حماية متعلقي المجرم في العراق حفاظا على حياتهم، يعني قرايب الراجل ده في دولة العراق، فبيقولك على الحكومة ان هم ياخدوا بالهم منهم، لان ممكن في ناس للأسف تتعرض لهم، هم مهمش ذنبهم الوحيد ان هم خلفوا الراجل ده، غير كده هم ملهمش ذنب. وبيقول لو كنت مجتهدا لأفتيت بارتداده وان كان مسلما وبعداء الاسلام ان لم يكن مسلما. ده البيان اللي نزله مقتدى الصدر النهاردة، والدنيا كانت مقلوبة في العراق بسبب هذا الموضوع. كمان في خبر تاني قريب يعني ليه دعوة بالموضوع، بس بقى عن أردوغان نفسه. النهاردة اتكلم بقى أردوغان وقال بيان مهم بخصوص هذا الموضوع. إعلان عاجل من أردوغان بشأن حرق القرآن في السويد، والخبر لسه نازل من حوالي ساعة على موقع صدى البلد. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن حرق القرآن في السويد عمل خسيس، مؤكدا إن أنقرة لن تستسلم لسياسة التهديدات والاستفزازات. زي ما قلت لكم الموضوع كله قصده استفزاز لتركيا يعني من الأول والآخر. وقال أردوغان في رسالة بالفيديو: يحاول أعداء الإسلام والإنسانية تعتيم هذا المناخ بالاستفزازات المرتكبة تحت حماية الشرطة. الهجوم الغادر في السويد هو واحد منهم، أولئك الذين يسمحون بذلك وأولئك الذين يتغاضون عن هذا العمل الدنيء لن يكونوا قادرين على تحقيق طموحاتهم، اللي هو الانضمام لحلف شمال الأطلسي، هو يقصد كده يعني.
وأضاف لن نستسلم لسياسة الاستفزازات والتهديدات. وبالأمس قال رئيس الوزراء السويدي إن قرار الشرطة بالسماح بحرق القرآن الكريم غير مناسب بالرغم إن هو قانوني يعني برضو، والدنيا قاله هذا قانوني ولكنه غير مناسب، لأن أتحدث عن تأثير الإجراء على عملية انضمام السويد إلى الناتو، بمضيفا إن الإذن بحرق القرآن هو من اختصاص الشرطة، يعني ملناش دعوة بالموضوع ده، الموضوع ليه دعوة بالشرطة. ما هو رئيس وزراء إيه مش عارفة، منيا القمح يعني، ما حاجة غريبة قوي. فالخبر زي ما انتم شايفين الدنيا متبهدلة. ده غير ان في حتة كمان نسيت اقولها لكم برضو، قالها في البيان مقتضى الصدر عجبتني، اللي هو لو كان في ناس نزلت وراحت حرقت اعلام الميم مجتمع الميم، هل الشرطة كانت هتسكت او كانت هتوافق وتدي تصريح بده؟ فيعني اذا انتوا بتحاولوا يعني بتتكلموا عن الحرية واحترام الرأي والكلام ده، يعني انتوا بتدي الحرية في حاجة زي كده، ولما حد يروح يحرق مثلا حاجة زي دي تقولوا لا وكده غلط؟ ما هي المساواة بقى، يعني مفروض زي ما انتوا بترفضوا حرق الاعلام اللي زي دي ترفضوا بالاحرى يعني حرق المصاحف او الكتب المقدسة. ما مش عارفة الازدواجية دي. خبر بعد كده بيتكلم عن فرنسا، يا جماعة الدنيا مقلوبة بطريقة غير ما انتوا متصورين، الدنيا مقلوبة جدا 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 هناك، متظاهرين هناك بينزلوا وفي حرق وفي ضرب وفي شغب، ولدرجة وزير الداخلية نزل 40,000 شرطي في باريس بسبب المتظاهرين اللي نزلوا والضرب والفوضى والشغب على قتل الشاب الجزائري نائل اللي عنده 17 سنة قتل عمد. واللي اظهر الموضوع ده بشكل واضح وصريح الفيديوهات اللي او كاميرات المراقبه اللي صورت الحادثه. الخبر زي ما انتم شايفين نازل، فرنسا التحقيق مع الشرطي قاتل نائل وماكرون يندد. ده منظر من اللي حصل في باريس واللي بيحصل دلوقتي، شايفين الدنيا مقلوبه هناك. قال ممثل ادعاء فرنسي اليوم الخميس ان الشرطي الذي قتل شابا يبلغ من العمر 17 عام في ضاحية بباريس يوم الثلاثاء يخضع لتحقيق رسمي بتهمة القتل العمد. ونقلت مراسلة سكاي نيوز عربية عن المدعي العام قوله تم فتح تحقيقين، احدهما لرفض الامتثال لاوامر الشرطة للسيارة بالتوقف اللي هي سيارة نائل، وتحقيق تاني بشبهة القتل العمد، ويتم الاستماع لشهود العيان ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة. وتسبب مقتل الشاب الذي ترجع أصوله لشمال أفريقيا، على فكرة أصوله من الجزائر على حسب الأخبار عشان برضو نكون واضحين، عند نقطة تفتيش مروري في اشتعال أعمال عنف على مدى ليلتين في أنحاء فرنسا، الأمر الذي دفع الرئيس إيمانويل ماكرون لعقد اجتماع أزمة مع كبار وزراء الحكومة اليوم الخميس. وندد ماكرون بأعمال العنف التي اندلعت في أنحاء البلاد اليوم الثاني على التوالي، وقال إنها غير مبررة. يعني الناس دي إنها غضبانة وبتتظاهر غير مبررة. انتوا لو انتوا حكمتوا الناس دي اللي عملت كده من الأول وتم القبض عليهم من الأول واتخذ معاهم قرار، ما كانش الناس دي نزلت، غير ان الناس دي غضبانة مش عشان حادثة نائل بس، لا الحادثة دي بقولك الحادثة التانية، ده غير ان هم الشرطة على طول في قرارات وفي تقارير بتقول ان هم على طول بيتعاملوا بعنف مع اي حد اصوله غير فرنسية. فده غضب الناس بسبب تجاهلكم لحقوق الناس، خلاص بيجي عليهم وقت بقى وخلاص بينفجروا. وذكر أمس الأربعاء أن مقتل الشاب بالرصاص لا يغتفر. من جهته كشف وزير الداخلية الفرنسي أنه جرى اعتقال 150 شخص خلال المظاهرات تخللها أعمال عنف في أعقاب مقتل الشاب المدعو نائل. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي اليوم الخميس نشر 40,000 شرطي، متخيلين الرقم؟ لكنه جيش ورجل أمن ابتداء من مساء اليوم. أما الخبر بعد كده على موقع صدى البلد، من برضو الأخبار المهمة اللي نزلت النهاردة، انفجارات جديدة في الجولان المحتل، ماذا يحدث بسوريا؟ اللي بيحصل في الجولان بالظبط وليه في انفجارات هناك؟ أفادت المنطقة الجنوبية العسكرية بسوريا بأن الانفجارات التي وقعت في الجولان المحتل على الاتجاه الجنوبي الغربي لبلدة حضر بريف الكونيترة الشمالي ناجمة عن تفجير حقول ألغام من قبل جيش الاحتلال للشروع بتركيب مزيد من التوربينات الهوائية، بحسب صحيفة أخبار سوريا. يعني في ألغام قديمة كانت مدفونة هناك بيفجروها علشان يحطوا
توربينات هواء لتوليد الكهرباء. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فقد أفاد مراسل وكالة الأنباء السورية سانا بإصابة العشرات من أبناء الجولان السوري المحتل جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في منطقة الحفاير شرق قرية مسعدة. وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية والمغتربين السوريين الدكتور فيصل المقداد أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تنفصل عن ممارساته في الجولان السوري المحتل، مشيرا إلى أن أزمات الكيان المتكررة بتدفع قادته الفاشلين إلى تصدير هذه الأزمات من خلال شن اعتداءات على الشعب الفلسطيني وعلى الأراضي السورية في تكريس لنهج قانون القوة وشريعة الغاب. لو هم مش عارفين يعملوا حاجة معاهم فبيروحوا يضربوهم بمعنى أصح. الخبر برضو اللي معانا عن انفجار رهيب جدا حاليا في قيادة الجيش السوداني في الخرطوم، خبر لسه عاجل نازل من 10 دقايق، في انفجار عنيف يهز محيط قيادة الجيش السوداني من حوالي 19 دقيقة. زي ما انتم شايفين اهو الخبر نازل من 19 دقيقة على العربية وصوت بيروت انترناشونال. الخبر بيقول انتهت صباح الخميس 29/6/23 هدنة اليوم الواحد في السودان رغم ما شابها من اشتباكات متفرقة في اول ايام عيد الاضحى. وافادت قناة العربية بان دوي انفجار عنيف سمع في محيط القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة السودانية الخرطوم، وكان الجيش قد نفذ عدة غارات على مواقع قوات الدعم السريع في الخرطوم، فهم رد عليهم بان هم فجروا لهم محيط القيادة العامة. كما تعرضت مدينة اسمها زالينجي عاصمة ولاية وسط دارفور لهجمات مستمرة من قبل قوات الدعم والمجموعات المسلحة الموالية لها، فيما تفيد الأنباء بسيطرة قوات الدعم السريع على الولاية وجميع المرافق الحيوية هناك. كما خلفت المعارك هناك انفلات أمني كبير أدى إلى نهب جميع أقسام الشرطة والمراكز الخدمية، يعني فوضى ما بعدها فوضى. يأتي ذلك فيما أعلن ولي شمال دارفور بالسودان نمر محمد عبد الرحمن الاتفاق على وقف القتال في الولاية، وقال كده في كلمة بمناسبة عيد الأضحى نشرها على فيسبوك اليوم الخميس: نحن في حكومة ولاية شمال دارفور وبمبادرات طيبة من أطراف عديدة جلسنا مع بعضنا كأبناء للولاية وحكومة وإدارة أهلية وأعيان مجتمعية وطرفي القتال والشرطة والأمن والشباب ومنظمات المجتمع المدني، وتوصلنا إلى أننا لن نربح من القتال بل خسرنا، وكانت النتيجة أننا اتفقنا على وقف القتال في الولاية. يا رب يبقى وقف القتال كله بقى في السودان ونخلص بقى من اللي بيحصل ده. الخبر اللي بعد كده معانا على موقع اسمه بزنس، اول مره اجيب لكم منه اي خبر، بس في خبر مهم جدا فيه: موسكو تبلغ قائد فاجنر ان مقاتليه مش هيشاركوا في القتال في اوكرانيا. من الواضح ان هم كرفوا فاجنر، ولكن الموضوع برضو وراه فيه كلام كتير. الخبر زي ما انتم شايفين كده، ذكرت وكالة رويترز ان موسكو ابلغت يفجيني براجوجين اللي هو رئيس او قائد قوات فاجنر الخاصة ان مقاتليه مش هيشاركوا في القتال في اوكرانيا. وصرح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي ان براجوجين لم يمتثل لقرار وزارة الدفاع بانه يمضي على عقود، وتم ابلاغه بان فاجنر مش هتشارك لو هم ما مضوش على العقود دي. وقالوا كده، وقال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما ان تم ابلاغ براجوجين بانه في حال عدم توقيع العقود مع وزارة الدفاع الروسي فلن يتم تخصيص تمويل فاجنر. هيدون فلوس على اساس ايه بقى؟ وبمناسبة كده واحنا بنتكلم، في خبر عاجل عن نفس الموقع ان الخارجية الاماراتية بتستدعي سفيرة السويد، ونفس الكلام حصل تقريبا ايضا في الاردن وفي المغرب من ضمن الحاجات اللي حصلت. يعني اخر خبر معنا موقع سكاي نيوز: علامة على وجه بايدن تثير الجدل والبيت الابيض يوضح. خدوا بالكم كده معايا اوريكم صورة تانية تكون اوضح. اهي الصورة دي واضحة جدا زي ما انتم شايفين كده، في علامة هنا كأن كان في حاجة ضغط على وشه، شايفينها كأنه حزام او حاجة كانت ضغط على وشه، وكانوا بيسألوا هو بالظبط الحزام ده او المنظر ده جاي نتيجة ايه. فالمهم، أثارت علامة على وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربع امبارح جدل بين الصحفيين والنشطة في المواقع التواصل،
وتثير صحة بايدن من حين لآخر النقاش والقلق، على اعتبار أنه أكبر شخص يتولى منصب رئيس الولايات المتحدة عن 80 سنة، وعايز كمان يقعد 4 سنين تاني، في الوقت الذي يسعى فيه للحصول على ولاية تانية مدتها 4 سنوات في انتخابات 2024. أنا مش عارفة الحزب الديمقراطي اللي هو بيمثله ازاي موافقين على حاجة زي كده، أنا مش فاهمة واحد زي ده يمثلهم ازاي، ده عاوز يتحط في مكان لرعاية المسنين لكبر سنه. ووفق وكالة رويترز للأنباء، فإن استطلاعات الرأي العام تظهر إن غالبية الأمريكيين لديهم مخاوف بشأن عمر بايدن المتقدم. وفي فبراير الماضي أعلن طبيبه إن بايدن يتمتع بصحة جيدة وقادر على العمل. أما العلامة دي بقى يوم أمس الأربعاء، كان بايدن يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل أن تلفت انتباه الصحفيين علامات حزام على وجهه، وذكرت تقارير إعلامية أن هذه العلامة تظهر على وجهه للمرة الثانية. فالنهاردة بقى قالوا إيه الموضوع؟ قال المسؤولين في البيت الأبيض أن بايدن بدأ يستخدم جهاز اسمه CPAP لمعالجة مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم، وأضافوا أنه شرع في استخدام هذا الجهاز في الأسابيع الأخيرة لتحسين جودة نومه، بيعرفش يتنفس وهو نايم. ومن جهته ذكر المتحدث باسم بيت الأبيض أندرو بيتس قد استخدم جهاز الضغط الموجب المستمر الليلة الماضية، وهو أمر شائع للأشخاص الذين لديهم هذا التاريخ الصحي، وبيستخدم الجهاز عبارة عن خرطوم متوصل بقناع أو جهاز أنفي لتوليد الضغط هوائي متواصل وثابت للمساعدة على التنفس أثناء النوم. فده الحزام بتاع الجهاز نفسه اللي كان محطوط على وشه علشان يديله أكسجين وهو نايم. بكده انتهينا من الفيديو، وشكرا لحضراتكم وكل سنة طيبين. دي كانت آخر الأخبار المهمة والعاجلة منذ قليل، حبيت ان انا اشاركها معاكم. شكرا، اشوفكم خير في فيديو جديد، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، ويا ريت نعمل لايك وشير يا جماعة، لان ده بيشجعنا ان احنا نستمر في هذا الموضوع. شكرا وكل سنة طيبين، كان معكم اختكم مريم.